أنا جاي أسألك سؤال واحد بس، أنت قتلت ياسر؟ لا مش أنا. مش خايف يعدموك؟ مفيش أي دليل إن أنا اللي قتلته أو إني كنت موجود في الفيلا أصلا. أنا شفتك وأنت بتبص على سارة وياسر من سور باب الجنينة وراني. بص، محدش يعرف الكلام ده خالص، ما اتكلمتش، وعندي استعداد أفضل ساكتة، بس بشرط واحد بس، تقولي كل حاجة بصراحة. أيوة كنت في الفيلا ليلة الفرح، معرفش ليه كنت عايز أشوفها وهي بتتجوز، يمكن كنت عايز أثبت لنفسي إن أنا هقدر أعيش من غيرها وإنها ما تستاهلش حسرتي عليها.